محمد الأرقاطي صوتك الناخب ينجح فيه في الرئاسة كبؤ نازي مسؤول ومخلص للوطن يعرف عن ضيقة الشعب وفيه ما تقدر قاع لمن يعرف عن ضيقة الشعب وفيه ما تقدر قاع بثمن خيار الشعب لا لصلاح ولمن ولا ازدهار والأحسن وسيدي محمد والنجاة الآن وليس غدا الآن وليس غدا الآن وليس غدا الآن وليس غدا سيدي محمد الأرقاطي صوتك الناخب ينجح فيه في الرئاسة كبؤ نازي مسؤول ومخلص للوطن يعرف عن ضيقة الشعب وفيه ما تقدر قاع لمن ورشحنا ورشحنا نرحب جميعا بضيفنا الكريم ولو أن المرأة لا يرحب به في بيته السيد الرئيس الدكتور سيد محمد بن مبكر مرشح التغيير المرشح المدني تجمع الفتح والنصر مرشح التغيير المرشح المدني مرشح موريتانيا المستقبل كما نرحب بضيوفنا الكرام أعضاء ومنتسبي تجمع الفتح والنصر شيبا وشبابا رجالا ونساء وخير ما يفتح به هذا الجمع المبارك آيات من ذكر الحكيم مع الأخ القارئ محمد علي أحمد بن دوام يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مرشحنا ورشح التغيير المرشح المدني مرشح موريتانيا المستقبل السيد الرئيس محمد بن بكر مخاطبا اعطاه مقسم تجمع الفتح والنصر ويتلقى المشكور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ الرئيس الإخوة أعضاء تجمع الفتح والنصر أنا ذي اللحظات متأثر جدا بهذا الاستقبال وهذه المشاعر الطيبة اللي أعربت عنها تجاهي ولدعمكم لي إن شاء الله في هذه الانتخابات القادمة الانتخابات الرئاسية 2019 ودعمكم هذا معناه أنكم داعمين التغيير معناه أنكم تختاروا أوضاع موريتانيا تنصلح تختاروا التعليم يصلح وتختاروا الأسعار تنقص وتختاروا الصحة تتحسن وتختاروا النقل وتختاروا الأمن هاي المسائل كاملة اللي مع الأسف فاقدينها الآن تختاروها تخلق وتختاروها تعودهم وتناولكم كاملين إذن هذا دعمكم معناه هذا دعمكم لي معناه دعمكم للتغيير السلمي التغيير الهادئ التغيير اللي يصون استقرار موريتانيا وأمنها ومستقبلها لأن موريتانيا كاملين ويلا نحافظ عليها كاملين ويلا نحافظ على وحدتنا لأنها هي صمام الأمان للمستقبل وطبعا ما نحتاج نقول لكم شيء الرئيس ربيه اللحمة لأنه عرفت زدانة من فترة طويلة عرفته صادقا أمينا جريئا يقول الحق ولا يخشى فيه لومة لائم ودعم هذا من منطلق القناعة ولا أي ما عنده أي دافع آخر يكون القناعة ولو كان ما هو مقتنع به ما يعدل وبالتالي أنا شاكركم من جديد نساء وشبابا شاكركم وشاكر الأخوات النساء على دعمهم لي
وطالب منهم مواصلة العمل من أجل إن شاء الله أن يكون اسم التجمع هذا إن شاء الله أنه هو يكون أيضا هو شعارنا كاملين ليتحقق الفتح وليتحقق النصر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الرئيس، شكر الله سعيك وأيدك بنصره، وحملتنا هو نزاهة الكف والرغبة الصادقة في إنقاذ هذا البلد من الهاوية التي يساق إليها، ولا غرو إن طابت صنايع ماجد. لهذا اختار تجمعنا تجمع الفتح والنصر رئيسا وأعضاء مرشح التغيير مرشح المستقبل السيد الرئيس دكتور سيد محمد أبو بكر. الآن مع كلمة رئيس تجمع السيد مربيها وبذان عبدالله. الآن مع كلمة رئيس تجمع السيد مربيها وبذان عبدالله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. تجمع الفتح والنصر وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إخوتي أخواتي أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة، وباسمي شخصيا وباسمكم جميعا أرحب بالرئيس المحترم سيدي محمد أبو بكر ترحيبا خالصا صادقا لا مجاملة فيه ولا تكلف. وباسمكم وباسم تجمع الفتح والنصر أعلن دعمي له في الانتخابات الرئاسية. راجيا له النجاح والتوفيق، وأقول للذين لا يعرفون سيدي محمد والله على ما نقول وكيل، أني عرفته 92 وزيرا أول، وأنا مواطن معارض له ولحكومته، وعرفته بعد ذلك وأنا موالي لهم، فللمعارضة أفقدتني حقا أستحقه كمواطن، وللموالاة أعطتني ما لا أستحق. وفي هذه الظروف وتلك عرفت الرجل، عرفته صادقا في قوله، وفيا في عهده، مسؤولا في مسؤولياته، أمينا في أماناته. فإن حكم وعدل فذلك علمي به، وإن غير وبدل فلا علم لي بالغيب. وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الرئيس مربي، رئيس تجمع الفتح والنصر. ولأن موريتانيا المستقبل، موريتانيا الجميع، موريتانيا المتصالحة مع ذاتها ومستقبلها، موريتانيا التي تحفظ لكل أفراد المجتمع حقوقهم، يتيح المجال لمسؤولة النساء في تجمع السيدة أسماء محمد باب. شكرا سيد الرئيس مربي، رئيس تجمع الفتح والنصر. ولأن موريتانيا المستقبل، موريتانيا الجميع، موريتانيا المتصالحة مع ذاتها ومستقبلها، موريتانيا التي تحفظ لكل أفراد المجتمع حقوقهم، يتيح المجال لمسؤولة النساء في تجمع السيدة أسماء محمد باب. السلام عليكم السيد الرئيس، أرانا مرحبا بك ومرحبا بك وسهلا، وشاكرينك على مجيك لنا، شاكرينك وداعمينا على مربي سيد مربي الوالد الفاضل، رانا داعمينك باسمه وباسم العليات كاملين، وشاكرينك على حضورك داعم، طالبين من الناس كاملهم واللي النساء كاملين اللي سامعين لي من فئات موريتان كاملها انهم يدعموا سيد الرئيس محمد أبو بكر. ونتكلم واللي باللغة البولارية بها اللي هون فيه وحدي ما يسمع الحسانية حتى ونشلمنا ما وندراب ونشلمنا ملم ونشلمنا ونفوا من جلو بلونا من سيد محمد أبو بكر قانون كم كي مودم من غندي كاني مود مستقبل موريتان إبن بلا إبن متى كاني مود مستقبل موريتان مين إن أنا ندا من فو من جلو يوم غندي مود هند جانغ يا باو جانغ اليوم الصبح ونهار ما الصبح دمع ليرد ترجع علما تعرف عن دقة شعب ما تقدر قاع بالزمن خيار الشعب لا لصلاح ولا من ولا ازدهار ولا احسن وسيدي محمد والنجاة هي
وليس غدا الآن الآن وليس غدا الآن 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 سيدي محمد الأركاضي صوتك الناخ بينجح فيه في الرئاسة كبؤ نازي مسؤول ومخلص للوطن يعرف عن ذيق الشعب فيه ما تقدر قاع علما يعرف عن ذيق الشعب فيه ما تقدر قاع بالزمن خيار الشعب لا لصلاح ولا من ولا ازدهار ولا حسن وسيدي محمد والنجاة الآن الآن وليس غدا محمد الأركاضي صوتك الناخ بينجح فيه في الرئاسة كبؤ نازي مسؤول ومخلص للوطن يعرف عن ذيق الشعب فيه ما تقدر قاع علما يعرف عن ذيق الشعب فيه ما تقدر قاع بالزمن خيار الشعب لا لصلاح ولا من ولا ازدهار ولا حسن وسيدي محمد والنجاة الآن الآن وليس غدا الآن سيدي محمد الأركاضي صوتك الناخ بينجح فيه في الرئاسة كبؤ نازي مسؤول ومخلص للوطن يعرف عن ذيق الشعب فيه ما تقدر قاع علما يعرف عن ذيق الشعب فيه ما تقدر قاع بالزمن خيار الشعب لا لصلاح ولا من ولا ازدهار ولا احسن وسيدي محمد و